الاسم الفني عمر تلباني، هو الاسم الحقيقي دنون عمر. اللي كان عطاني هذا الاسم هو الاستاذ عبد المجيد جراري، وكان قدمني اول مره غادي يقدمني في التلفزيون، قدمني ماشي كهاوي كنجم، قال لي هذا اليوم غنقدم لكم نجم ماشي هاوي، هو الاستاذ عمر تلباني. انا خو مقيم، انا تقريبا مقيم، ما كنهتمش بهذيك المسائل، كنبغي المعقول. عبدالهادي بالخياط، الدكالي، سميره بن سعيد، تقريبا كلهم اشتغلت معهم، وكلهم كانوا كيحترموني كيعزوني. سميره راه كانت كديني للدار عندها كاع في هذاك يعقوب المنصور. السلام عليكم، انا الاخ ديال عمر التلباني، الكاتب الكلمات والشاعر الجزال. المهم انا هو راه مسكين دابا ربما ما كيقدرش يقول لنا، راه هو دائما ظريف ومغلوب على امره، ما كيقدرش يجرح حتى شي واحد. انا هذه الكلمه قلتها وغادي نقولها، ان هاد الناس هادو، هاد الفنانه خصهم يتضامنوا. راه كيما اليوم هو مريض وما جا عنده حتى واحد، راه غدا غادي يجي الدور على الاخر. وبالنسبه للزياره راه حتى واحد ما جارو، جا عنده واحد المره صراحه، جا عنده واحد المره عبدالهادي بالخياط اللي جا عنده مني كان باقي صحيح، جا شافو هذاك الشيء. حيت كنت انا عيط لهم في ذاك الوقت، عيط كاع الفنانه كلهم درت عليهم، كنعيط لهم واحد بواحد، كاع الناس اللي كان كيتعامل معاهم وكل شيء، ما جا حتى شي واحد، حتى شي واحد ما استجاب للدعوه الا عبدالهادي بالخياط اللي كان جا، الله يجازيه بخير. هذا الشيء اللي كاين. وبالنسبه لهاد الناس، هاد الكتاب راهم كل شيء، راهما كل شيء، ولكن ملي كتجي تشوف كتلقى ما عندهم قيبه وما كيعطيو مع الصبار، ربما حيت ما كيبانوش هاد الناس في الوجوه في الصوره، كيبان هذاك اللي كيغني وكيطبل راه كيقولوا صافي هذا راه هو اللي كي. اما الناس خصكم ترجعوا تشوفوا الناس اللي كيكتبوا الكلمات واللي كيعطيو هذاك. وانا كنعاود نقول لهاد الناس المسؤولين، هاد وزاره الثقافه، هاد الناس خصو يراعيو بحال هاد الفنانه هادو، ويشوفوا من حالهم ويجيو لعندهم ويزوروهم وداك الشيء. هاد السيد هذا دابا انا كندوي على الاخ ديالي، ها هو دابا هذا كيبغي غير الناس غير تزورو، هادوك الناس اللي كانوا كيجيو مني كان في صحته ومن كان كيعطي، دابا بغاهم، دابا ما هو ما كيعطيش، بغاهم هما يجيو باش يحس بلي هاد الناس راه كانوا كيجيو، ما كيجيوش على اساس المصلحه ديالهم، خصهم باش يثبتوا ليه هو هاد المعتقد اللي عنده دابا. هاد الناس راه كانوا كيجيو على مصلحتهم. وانا كنقول لهاد الناس راه خص تبقى الزياره وخاصها تبقى التكافل. فين هو الاسلام؟ فين هو؟ خص الناس تبقى متكافله وتبقى تتعاون مع بعضها، على الاقل يجي الانسان يواسيه، يجي غير يواسي المريض وداك الشيء. الله يهدي ما خلق. هذا الشيء اللي كاين اخويا، انا اللي كاين معاه دابا هنايا، انا اللي كاين معاه. انتم جيتوا شفتوا لقيتوا، راه الاخ نيس عيط لي قبيله، قلت له ودي خليته نبدل لي واحد ساعه، انا ما نبدل لي ونفطروا وديك الساعه. مرحبا مرحبا اخويا. او دابا الا ما بدلتي لي ديكوش، ما غسلتي لي، راه ما كيدير حتى شي حاجه، ما كيقدرش، ما بقاش عنده الجهد. الا ما خويتيش ليه البوشيطه ديالو، راه ما كاينش اللي غادي يخوي. في الصباح ثاني الا ما ركبتو وصلتو، ولا عندنا واحد الاشكال دابا في الترونسبور، لان ما عندوش حتى السياره، ما عنده حتى بشكل، طاو خدم شحال 33 عام في الوظيف وما عمرو باش، لان بنادم كان عايش بديالو برزقو، رزقو الحلال كان عايش به، ما كيمد يدو لتا شي واحد. وكما قال لك هو ماشي من داك الناس اللي كيبغيو يبانوا ويتظاهروا وكيعطيو الفلوس باش يبانوا ويمشيو للبرامج، هو بحال ما هكا، هو بحال ما هكا اللي جاء. اهلا وسهلا مرحبا. وهما هاد الفنانه اللي دوالك، هما نتحدى اي واحد، هذيك انا بعيد منه في المجال ديالو، ونتحدى اي واحد جاء كان بينه وبينه شي حساب ولا شي حاجه. هاد السيد مسالم، مسالم، وما عمره ما وفلوس الماده ما عمره ما هضر عليها. والناس دابا فنانه باقي كيتسالم رزقهم، وما عمر شي واحد قال لك لا، اللي بغى يعطي شي حاجه، اللي بغى يرد ليا صغير غادي يجي، اللي ما بغاش راه. هذا الشيء اللي كاين اخويا، هذا الشيء اللي كاين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.